يا جماعة، هاي القطعة منضيفة للعدسة، حدا بيعرف هي لشو؟ أو مرت عليه من قبل؟ طيب بكل الأحوال خلونا نتعرف عليها بهي الحلقة وبشو بتفيدنا. بياخة ولو صار بياخة القصة جد. حاج You are amazing. يلا مرحبا أصدقائي، يسعد أوقاتكم. أنا محمود الجبلي من وراء الكاميرا زوجتي راما، حلقة جديدة من الدروس اللي عم ننزلها على قناة اليوتيوب بهدف تقديم المعلومة لأي حدا بيحتاجها دون أي مقابل ودون أي مصالح. بالحلقة السابقة سألناكم هذا السؤال، لنفرض نحن بالشارع اخترنا شتر 1/50، يعني كمية ضوء كتير كبيرة فاتت للكاميرا، واخترته هاد لحتى يكون أقرب للعين البشرية، واخترت فتحة عدسة 1.8، يعني صار عندي عزل كتير وكمية ضوء كبيرة، واخترت الآيزومية، بهالحالة الصورة رح تطلع عندي شبه بيضة. شو بدي أعمل أنا بهي الحالة؟ مع العلم أنا ما بدي غير الشتر أو غير فتحة العدسة، وأوريدي الآيزو أقل قيمة أنا حاطه. وهلأ رح نعرض عليكم الأصدقاء المتابعين يلي جاوبوا بشكل صحيح. طبعا اول من حط الاجابه بشكل صحيح هو حسن فضل، اما ثاني حدا حط اجابه صحيحه هو حسن مطلق، ثالث حدا يلي كتب لنا الاجابه بشكل صحيح هو يوسف شواف. طبعا في نقطه مهمه انه انا بدي نوه انه هو ما بساعد على تنزيل سرعه الغالق، سرعه الغالق هي بتضل مثل ما هي، اللي بخففه هو دخول الاضاءه الى العدسه. وعندنا رابع حدا حط لنا الاجابه الصحيحه هو ورد عتيق، وفعلا هي اليه عمل هذا الفلتر مثل النظارات الشمسيه. منهنيكم على هاي المعلومات اللي بتملكوها، رغم انه مي معلومة كتير كبيرة، لكن هذا بدل انه انتم مهتمين ومتابعين عالم الصوت والصورة بشكل جيد. يا جماعة فعلا نحن وقت بنكون بمشهد خارجي او حتى داخلي، يعني عنا كمية ضوء كبيرة وغالبا بتكون بالنهار، بنفس الوقت انا بدي عزل كتير كبير، فانا محتاج انه تكون فتحة العدسة عندي كبيرة، لنفرض 1.8، بهالحالة رح يفوت عندي كمية ضوء عن طريق الشتر وعن طريق فتحة العدسة. الحال هو بفلتر اسمه ND. هذا الفلتر يا جماعة بنحط على العدسة وأثناء فتلتنا له بغمق أو بيكشف، فكل ما غمق أكثر كمية الضوء بتفوت على العدسة بشكل أقل، وبالتالي بتفوت للكاميرا بشكل أقل من غير ما نغير فتحة العدسة ومن غير ما نغير الشتر. طبعا هذا الفلتر اللي عندي هو جودة كتير عالية، فأثناء فتلتنا له بغير أكثر من 12 تغيير، يعني تقريبا من السواد للأفتح ب 12 مرة، ولسع في جودة أعلى من الشفافة تماما حتى الظلام الدامس. ونفس الوقت منلاقي فلاتر رخيصة بتكون تنباع درجة درجة، بتكون رخيصة كتير، ممكن 5 دولار أو 10 دولار، لكن أنا بفضل هيك لحتى اختار الإعدادات المناسبة وبعدين بحط هذا الفلتر وبعير كمية الإضاءة المناسبة بالنسبة لي، وهيك بقدر أنا أصور بالشمس بأي خيار شتر أو أي خيار أبتشر أو فتحة عدسة، وأوريدي الآيزو أنا بحطه 100 أقل قيمة ممكنة. طيب بآخر حلقة بدي أسألكم سؤال مر معنا خلال حلقات، ولو بجاوب صح رح نحط اسمه بالحلقة القادمة. إذا عنا شخص واقف قدام جيش والكاميرا عليه، أنا بدي أظهر هذا الجيش معه، هل أنا بقلل رقم فتحة العدسة أم بكبر الرقم؟ ولا بدي حييكم، أنا محمود الجبلي ومن وراء الكاميرا زوجتي راما، وايضا عم بساعدنا اويس، وحب اذكركم انه لازم تعملوا سبسكرايب لحتى تصلكم اخر الدروس، تعملوا لايك وتنشروا هاي الحلقه بين زملائكم، ومنقلكم سلامات.